يا هلا فيكم من جديد. وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، حيث يتكون مشروع النظام من 22 مادة، وينشأ بموجب هذا النظام مراكز الأحياء في مناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق. ومن أبرز مواد مشروع النظام تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة. أمور كثيرة حول هذه المراكز وأهميتها، ويعني وش الدور الكبير اللي يمكن تقوم فيه في موضوع الأحياء، لكن بعد ما نتابع هذا التقرير. في خطوة رائدة تسعى للنهوض بالبرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية داخل الأحياء، وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على مشروع نظام مراكز الأحياء في مناطق المملكة، وذلك للتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتولي إمارات المناطق الإشراف المباشر عليها. مشروع النظام يتكون من 22 مادة، أبرزها تكوين مجلس إدارة لكل حي، ويتكون المجلس من 5 من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات، ويرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء. ويختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها واقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي وبذل المساعي لحل المشكلات والخلافات الاجتماعية بين الأفراد. فكرة تطويرية مميزة لو طبقت في أحياء المملكة وكتب لها النجاح، ولكن هناك تساؤل: كيف سيتم اختيار أعضاء مجلس إدارة كل حي؟ وما هي آلية التنسيق بين المجلس والجهات المعنية؟ طيب، لنقاش هذا الموضوع معنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى وصاحب فكرة هذا النظام المقترح الدكتور سعود السبيعي، كذلك معنا صاحب أحد الديوانيات في الرياض اللي له تجربة يعني ربما كانت بجهود يعني شخصية، الأستاذ فهد الصالح. حياكم الله معنا جميعا. أبدأ معك دكتور سعود، خليني بس على أساس يعرف يعني المشاهد أهمية هذا الموضوع، وش اللي دعاك أنك تقدم هذا المقترح؟ شيء ثاني، انتم رفعتوا الموضوع، المفترض انه رفع الى يعني مجلس الوزراء لاجل اقرار هذا النظام، ما الفائده اللي يمكن يجنيها المجتمع وكذلك اهل الحي من وجود مراكز للاحياء داخل هذه الاحياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. الداعي لهذا او المبرر لانشاء نظام لمراكز الاحياء هي نظره واقعيه للوضع الاجتماعي الذي نعيشه، والذي هو انعكاس للتغير الحاصل في المجتمع السعودي نظرا لعوامل داخلية مثل النمو الاقتصادي الكبير ولله الحمد، وعوامل خارجية خارجة عن نطاق المملكة وغير ذلك، والانفتاح الغير مسبوق من في حدود على الحدود الثقافية والاجتماعية والأمنية عن طريق التي في هذا الزمان الآن، ولذلك أصبح فيه مظاهر خارجة عن التحكم، ولذلك لا بد من وجود من نظام نوعا ما يؤطر ويعدل في هذه التغيرات الاجتماعية الحاصلة. التغير سنة من سنن الله في الكون، ولا أحد يستطيع أن يوقف التغير، لكنك تستطيع أن تنظمه وتستطيع أن تعدله وتوجهه حسب القيم الإسلامية الموجودة في هذا البلد والذي يؤمن بها كل
مواطني المملكة العربية السعودية. طيب السؤال المحدد، وش بيجني أهل الحي لما يكون في مراكز أحياء موجودة؟ هل هو أثر بس اجتماعي تقارب أهل الحي، ولا الموضوع أبعد؟ يمكن هل مراكز الأحياء تكون صوت أهل الحي في مطالبات مناشدات إذا كانوا يبغونها؟ لا، التغير الاجتماعي الذي حصل من مظاهر كثيرة، منها أولا وضع سكاني فريد، بمعنى أنه الناس بدأوا ينتقلون من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشرق، من الشرق إلى الغرب، ولذلك ظهرت أحياء جديدة لا أحد يعرف أحد، وهذا مهم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خفت أن يورثه، فأهمية أن الجار يعرف جاره مهمة جدا، ولذلك وجود مثل هذه المراكز تساعد الناس على أنهم يجتمعون ويعرفون بعضهم بعضا. بس الذي أهم من هذا وذاك هم الشباب الآن يمثلون نسبة كبيرة من سكان المملكة العربية السعودية، وهؤلاء إذا لم يتولاهم يكون هناك ضبط داخلي من أنفسهم، من المجتمع، من الأسرة، ومن الحي نفسه، سوف تكون يعني لأنه التغير الذي حصل ظهر منه يعني مظاهر جديدة لم تكن مألوفة. يعني موضوع الشباب أنا أتوقع جدا مهم، يعني إحنا نعرف أنه تركيبة المجتمع عندنا الشباب هم الفئة الغالبة، يمكن قرابة 70%، بالتالي إذا ما احتويتهم الشباب وما احتضنتهم فتتوقع أنهم يعني أكيد ربما يكون تأثير سلبي على المجتمع. طيب بس خليني دكتور هرجع لك أنا وتشرح لنا وش الأدوار اللي بتقوم فيها مراكز الأحياء بالتحديد. بس خليني أخذ يعني أخوي فهد عندك تجربة وسوى الديوانية في الحي، أبغى أتكلم بس عن تجربة، اشرح لي تجربتك وكيف بدأت وش اللي قاعدين تسوون أنتم في الديوانية اللي داخل الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى. شكرا لك ولقناة روتانا وللأخ المعد على هذه الاستضافة التي أؤمن أنها ستثري موضوع الأحياء، مراكز الأحياء. تجربة أسرتي وليست تجربتي الخاصة، أسرتي أسرة الصالح أنشأت ديوانية سمتها ديوانية الصالح للنفع العام في شمال الرياض، وهذه الديوانية تخدم الحي الذي تقع فيه باجتماع شهري للحي، وكذلك أيضا هي تستضيف جميع الجمعيات الخيرية في مدينة الرياض، ويجري الآن التنسيق على أن تشمل مع التنسيق مع مركز التنسيق الأعلى للجمعيات الخيرية كي تستفيد منها جميع الجمعيات الخيرية، وهي استضافة مجانية تتشرف بها الأسرة وتقدم خدمات هذه الديوانية لكل الجمعيات الخيرية. هو مقر بس خاص في هالديوانية ولا في بيت أساس بس تكون صورة؟ لا هو مقر خاص، وهي ديوانية وقفية لوالدي رحمه الله ووالديكم ووالدي السادة المشاهدين، وأيضا هي هذه الديوانية تستضيف الحي أهالي الحي مرة واحدة في الشهر، وتستضيف الجمعية الوطنية للمتقاعدين مرة في الأسبوع للرجال ومرة في الأسبوع للنساء، وكذلك تستضيف جميع الجمعيات الخيرية التي تحتاج إلى ديوانية مجانية لإقامة الجمعية العمومية أو اجتماعات مجلس الإدارة فيها، وهذا أيضا هي متاحة لكل الجمعيات الخيرية في مدينة الرياض، وتتشرف الأسرة باستضافة اجتماعات الجمعيات الخيرية أو حتى اجتماعات الأهالي الخاصة إذا كانت منازلهم. طيب الأدوار اللي تقومون فيها، يعني ذكرت شيء من المناشط بس يعني إيش الأدوار، يعني وش انعكاسات هالديوانية على الحي نفسه اللي متواجدة فيه؟ داخل هذه الديوانية تم الحقيقة متابعة جميع احتياجات الحي من خدمات بلدية وخدمات اجتماعية، والتنسيق أيضا مع المجلس البلدي، لأن في طرح سابق كنت أرى أن الحقيقة أحد أهم المناشط اللي المفروض المجلس البلدي يتولاها أن يتولى موضوع مراكز الأحياء والديوانيات التي داخل الأحياء، ويجري فيها الحقيقة أيضا، وهذه نقطة بدينا فيها يمكن قبل أسبوعين، سيتم تكريم الأوائل من الحي. السلام. وأيضا سيتم تكريم حفظة كتاب الله، لأن الوقف يضم مدرستين للنساء وللرجال، وكذلك أيضا يتم فيها تبني الموهوبين من أبناء الحي بإذن الله تعالى. يعني حلوة هالمبادرات، يعني دكتور وش رأيك؟ يعني مبادرات جت بجهود فردية، ما بالك لو طبقت هذه التجربة من خلال مراكز الأحياء على كل أحياء يعني المناطق عندنا في المملكة، شو تتوقع بيكون أثرها دكتور؟
والله أنا أتمنى ذلك، هذا جهد يشكرون عليه آل صالح ولا شك جميل جدا. تعرف التنمية لها جانبين، الجانب الحكومي والتي الأجهزة الحكومية تقوم به، وفيه الجانب ما يسمى المجتمع المدني. المجتمع المدني الذي له دور كبير في مسألة التنمية ومسألة ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والمظاهر الاجتماعية الحديثة التي تطرأ على المجتمع يجب تأطيرها. فتواجد الناس في أماكن محددة ونقاشهم في قضاياهم التي تخصهم واقتراح الحلول لها مهمة جدا، لأن الجانب الاجتماعي هو مهم جدا. طيب. الإنسان هو أساس التنمية، فلا بد من الاهتمام. طيب دكتور، دكتور أنا بسألك، خلي تخيل الحين مركز حي موجود داخل يعني الأحياء عندنا بناء على المشروع اللي أنتم رفعته، إن شاء الله يعني مجلس الوزراء يعني والمقام السامي يقر هذا المشروع. أبى أتخيل شكل هذا المركز، بيكون في مثلا مرافق ترفيهية لأهل الحي، بصير اجتماعات دورية يناقشون مثلا أوضاع الحي، بيكون مثلا لو عند معلش خلينا نقول احنا احيائنا مبعثره ما هي مرتبه، فيها مشاكل كثيره يعني حتى مشاكل بلديه، حفريات ومشاكل كثيره، سوء تخطيط، هالامور كلها هل تتوقع مركز الحي يمكن يكون جزء من الحل؟ انا اظن انه مهم جدا. انا مثل ما قلت لك قضيه انه مشاركه الناس في قضاياهم وفي محاوله ايجاد حلول لها مهم، يعني ياتي في الاساس ولا تترك فقط للجهات الرسمية. المجتمع المدني له دور كبير وفي في 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 التنمية. فالمجتمع يعني مظهر من مظاهر التغير اللي حصل الآن، صار فيه يعني اللامبالاة، يعني ما فيه شعور بالانتماء لذلك الحي، ولذلك تجد تغلب على الناس الموجودين في الحي الجار ما يعرف جاره يا دكتور. نعم. خلينا نكون واقعيين. نعم. الوضع الان مع المظاهر بس احنا نقول انه اذا وجدت هذه المراكز سوف يجتمعون هناك ويعرفون بعضهم البعض ويبدا الشعور يعني تنمية الحس الوطني والمواطنة الحقيقية، حتى يكون الإنسان يساهم في هذا المجتمع اللي هو يعيش فيه بتعظيم إيجابياته وتخفيف سلبياته. والشباب مرة أخرى وأكرر، الشباب بينهم خطة كاملة متكاملة تنطبق على أرض الواقع. فلذلك هي في وجود هذه المراكز وإذا لديها الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية في كل حي سوف. شلون فنية؟ الأنشطة الفنية بتكون فيها أنشطة فنية بعد؟ فنية أقصد يعني حسب مهارات الشباب اللي مو فنية غنى وكذا، ممكن وش الفكرة اللي حسب ميول هؤلاء الشباب. واحد يحب الرياضة، واحد يحب الثقافة، واحد يحب. ومن بيشرف على المراكز؟ طيب لابد من وجود من نفس الحي من الرجال الثقات التربويين والاجتماعيين. من اللي يختارهم؟ طيب مو هو المجلس الحي هو الذي يختارهم ويعينهم وتبدأ، لأنه كثير في مناطق العالم اللي سبقنا تجد معظم الناس المتقاعدين هم الذين يعملون فيها، تجده قاضي، تجده بياخذ مكافأة وراتب يعني مشيره قد مثلاً؟ تكون إنها يعني اسمية بس ما هي. طيب. يعني لكن المهم إنه. طيب أنا برجع بس نقطة مهمة، خليني بسأل بس فهد أنت قلت نقطة حلوة أنه كان لكم دور داخل الحي بهالمبادرة اللي أنا أتوقع جت مبادرة ذاتية يعني من قبلكم، من قبل أسرتكم الله يعطيكم العافية. لقيتوا تفاعل من الجهات المسؤولة؟ أنت قلت لي من ضمن الأشياء إذا كان عندنا مشاكل في الحي أو كذا نرفع بها يعني معلش أنتم ما أنتم جهة رسمية ويعني تعتبر بجهود يعني من عندكم أقمتم هذه الديوانية، تلقون تفاعل؟ يعني ما أنا خلينا نتكلم، عندنا مجالس بلدية على سبيل المثال، ومع احترامي وتقديري حق المجالس البلدية ما لهم ذاك الدور التأثير الكبير فيما يتعلق المشاكل داخل الأحياء المتعلقة بالبلديات. أنتم كيف لقيتوا التجاوب لما أنتم يعني تطالبون بشيء لأهل الحي؟
اولا انا ترى احب المجلس البلدي ولا ودي تقسو عليه. لا ما انا ما قصيت عليه، انا اتكلم انه الصوره الذهنيه الموجوده عن مجالس البلديه مع احترام وتقدير انه يا ان الامانات ما تفاعلوا معهم اعطوهم تجاوبوا معهم بشكل كبير وبلديه، ولا في اشكاليه موجوده في الموضوع. هو المجلس البلدي الحقيقه احنا في ديوانيه الحي اولا كان في ارتباط ذهني ما بيننا وبين الدكتور، لان احنا شكلنا مجلس للحي هو اللي يتولى إدارة هذه الديوانية من 5 أشخاص مثل ما حددوه أيضا هم في مجلس الوزراء. مو كلهم من أسرتكم طبعا، من لا 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 ما في أسرتنا إلا واحد وأربعة من خارج الأسرة. الأمر المهم الحقيقة طبعا بأضيفه لما سبقه أن حنا أيضا نتعاون مع اللجنة الاجتماعية للحي في شمال الرياض، وهي تخدم 3 أحياء شمال الدائري الشمالي. حنا نخدمها أيضا بإقامة دورات لتطوير الذات ودورات أسرية نسائية ورجالية داخل الديوانية مع لجنة تنمية الحي، وهذا الحقيقة شيء تتشرف به طبعا تتشرف به الأسرة. أما تفاعل الدوائر الحكومية معنا فبشرك احنا إذا نسقنا معهم، يعني إذا فيه قصور فهو يكون قصور منا. احنا نسقنا مع الشؤون البلدية والقروية ومع مدير عام يعني على ما يبدو مدير عام الحدائق، وشرفنا في أحد اجتماعات الحي وجلس معنا. الآن احنا ننسق مع المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات أيضا بيشرفنا في الديوانية في حضور الحي ويعرضوا له المشاكل اللي في الحي. الحقيقة الخدمات إذا حنا تواصلنا معهم ترى تفاعلهم جيد، لكن أحيانا يكون حنا تواصلنا معهم. طيب هذا اللي أتمنى، بس أنا عندي دكتور وقتي يمكن في النقطة قد يعني أو في هذا المحور بسأل نقطة جدا مهمة، من الجهة اللي بتكون مسؤولة عن تطبيق هذا النظام؟ هل هي وزارة الشؤون الاجتماعية ولا جهة أخرى؟ يعني نبغى نعرف. لا هو الارتباط الرسمي بيكون بوزارة الداخلية، ولكنه نظامه داخلي وهو والأهل الحي يطبقون هذا النظام وعلى أساسه يسيرون. هو عمل اجتماعي بعيد عن العمل البيروقراطي لأجهزة الدولة. طيب من الجهة اللي بتكون مسؤولة؟ ما قلنا لأنها وزارة الداخلية. داخلية. إيه؟ طيب يعني بتنسق مع باقي الجهات؟ لأن كويس. يجب أن تنسق. الداخلية بتقوم فيه مش وزارة الشؤون الاجتماعية. إيه؟ يعني أنا عارف في تجارب موجودة بس كانت وزارة الشؤون الاجتماعية. أتوقع أن هذا الموضوع كان مفترض تكون هي تستلم ملفة من قبل وتدخلته، بس كويس طرحته للشورى. نتمنى إنه يعني يكون، لأنه الداخلية يعني لها تستطيع جميل افضل من غيرها في هذا. طيب انا وقتي يعني حقيقه عندنا فاصل بنطلع فيه، لكن اشكركم، اتمنى هالمشروع وهالنظام يرى النور وانه يطبق على ارض الواقع ويكون له اثر مثل ما صار الديوانيه حقتكم تاثير كويس. يا رب هالتجربه ان شاء الله نشوفها في كل احياء المدن عندنا في السعوديه ان شاء الله. شكرا لكم الدكتور سعود السبيعي عضو مجلس الشورى وصاحب فكره هذا النظام. شكرا لك الأخ فهد الصالح صاحب المبادرة، وعندكم ديوانية كانت لكم بأدوار ما قامت فيها الحقيقة. يعني المبادرات المفترض تكون موجودة من جهات حكومية بجهود فردياتكم تبع الموضوع، إن شاء الله يكون موضوع أكثر أكبر وينجح بإذن الله. فاصل قصير نرجع لكم.